يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم خرج فرحان مبسوط مسرور، قالوا له يا رسول الله نراك مسرور اليوم، قال كيف لا أفرح لا أسر، ونزل علي جبريل أخبرني أن الله سبحانه وتعالى يصلي على من صلى علي مرة 10 مرات. فوائد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، حتى تعرف أنها هي سبحان الله فيها منافع حياتك كلها. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لقضاء الحوائج، أخبرنا الحبيب أن من صلى عليه 100 كل يوم 100 مرة قضى الله حاجته. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لذهاب الهموم والغموم. الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سبب لقبول الدعاء ولحصول الشفاء، سبب لنزول حصول النور. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لقبول الله سبحانه وتعالى لهذا العبد ولأعماله كلها. سؤال مهم كثير منا يسأل، كم المفروض أنا أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم حتى أكون فعلا من المحبين ومن المكثرين من الصلاة؟ سأل هذا السؤال أحد الصحابة الكبار من فقهاء الصحابة أبي بن كعب، قال يا رسول الله إني أدعو الله وأصلي عليك فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما شئت. قال الربع يا رسول الله؟ قال ما شئت وإن زدت فخير. قال أجعل لك من صلاتي النصف يا رسول الله؟ قال ما شئت وإن زدت فخير. قال يا رسول الله أجعل من صلاتي لك الثلثين. قال ما شئت وإن زدت فخير. قال يا رسول الله إذن أجعل لك صلاتي كلها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذه العبارة اللي لازم ترن فعلا في الذهن، إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. الله أكبر، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تذهب الهموم. كثير من الناس عندهم هموم، أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يتعافى قلبك من الهموم ويغفر الله سبحانه وتعالى ذنوبك اللي هي مسببت لنا مشاكل الدنيا وتسبب لنا مشاكل الآخرة. علاجها كثرة الصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم. تخيل أن كل ما صليت وسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه ويوصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم سلامك، تسجل هذا في السجل عند النبي صلى الله عليه وسلم أن فلان يصلي عليك ويسلم عليك كل يوم كم مرة. لما تجي يوم القيامة وتقابل النبي صلى الله عليه وسلم كيف تكون مقابلته لك وانت طول حياتك وانت دائما معروض عليه، دائما موجود معه، دائما سلامك وصلاتك مبعوثة إليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إن كان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاءنا في الصحيح أنه تذكر سلام حجر، قال إني لأعرف حجرا بمكة كان إذا مررت عليه يسلم عليه. النبي صلى الله عليه وسلم ما نسي سلام حجر من الأحجار كان يسلم عليه. هل تتخيل أنه ممكن ينسى سلامك وأنت مسلم مؤمن من أمته؟ ما راح ينساك النبي صلى الله عليه وسلم أبدا.